اختتمت اجتماعات الجمعية العمومية الأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي أعمالها يوم أمس في كندا، حيث شاركت الكويت برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان لحمود الصباح الذي تم انتخابه نائبا أول لرئيس الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي. وأسفرت انتخابات المجلس التنفيذي للمنظمة عن فوز عدة دول بعضوية مجلس الإدارة. وقال رئيس المنظمة العربية للطيران المدني الشيخ سلمان الصباح أن المجموعة العربية نجحت بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية الفاعلة في الحصول على 5 مقاعد من أصل 36 مقعدا في الأيكاو، مهنئا تلك الدول ومشددا على أهمية تضافر جهود الدول الأعضاء لتقدم وتطور الطيران المدني في العالم بكل قطاعاته. كما استعرضت الجمعية العمومية البرنامج العالمي لتدقيق الأمن وفقا لمنهج الرصد المستمر والمعلومات عن تنفيذ البرنامج والنتائج الرئيسية لعمليات التدقيق وتحليل التنفيذ الفعال للعناصر الرئيسية في أجهزة الدولة لمراقبة أمن الطيران. وناقشت الجمعية العمومية أيضا تقرير بشأن الأنشطة الرئيسية المتصلة بالتطورات الأخيرة التي طرأت على تطبيق استراتيجية برنامج الإيكاو لتحديد هوية الراكب.